موضوع تخفيف الأحمال واحد من أهم الموضوعات اللي الحكومة والقيادة السياسية تكلموا عليها خلال الكام يوم اللي فاتوا، وقالوا أنهم حطوا خطة كاملة لانتهاء الأزمة تماماً في مصر. يا ترى أي تفاصيل الخطة دي وإمتى آخر موعد لانتهاء خطة تخفيف الأحمال؟ بانكير نبض البنوك. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في آخر افتتاح للمشروعات التنموية طالب الوزراء في الحكومة بالكلام مع الناس وتوضيح المشاكل اللي بتعاني منها مصر، وخصوصا في أزمة خطة تخفيف الأحمال، وإيه هي أسبابها وإيه هي طرق حلها، وإن إزاي الأحداث العالمية الأخيرة أثرت على أسعار الطاقة عالميا، وطبعا مصر واحدة من الدول اللي اتأثرت وبشكل كبير من اللي بيحصل في كل دول العالم. الرئيس السيسي اتكلم بشكل صريح وقال ان لو عايز احل مشكلة الكهرباء الفاتورة الشهرية للمواطن هتزيد لثلاث اضعاف، يعني المواطن اللي بيدفع 100 جنيه كهرباء هيدفع 300، وان الدولة قررت انها تتحمل جزء كبير من الدعم اللي بتقدمه للكهرباء بدلا عن المواطن. مفيش كام ساعة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلع واتكلم عن اسباب اتجاه الوزارة لتطبيق تخفيف الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وايه الاسباب اللي مش ظاهرة واللي ادت لوجود المشكلة الموجودة واللي كلنا بنعاني منها في الأيام العادية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال إن في فجوة تمويلية كبيرة بين إيرادات قطاع الكهرباء وبين الإنتاج والبيع، وحاليا إيرادات شركات الكهرباء مش بتكفي الفاتورة الشهرية لقطاع البترول لتوريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، خصوصا إن فاتورة تشغيل محطات توليد الكهرباء من الوقود اتضاعفت في السنين الأخيرة بسبب العوامل الخارجية زي أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها العالمي على أسعار الطاقة، وغير طبعا التغيرات اللي شهدتها مصر في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. الوزير قال كمان ان فاتورة الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ارتفعت من 1,600,000,000 جنيه في سنة 2020 الى 2.4 مليار جنيه في اكتوبر 2022 نتيجة تحريك سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، ورجع مرة تانية ارتفع ل 3.1 مليار جنيه في عام 23 نتيجة الارتفاع في اسعار صرف العملات، والاسعار ارتفعت لحد ما وصلت فاتورة تشغيل محطات توليد الكهرباء من البترول الى 4.7 مليار جنيه سنويا، وده كان بيتطلب تحرك فوري لاسعار شرائح الكهرباء، وده اللي رفضته الدولة اكتر من مرة لتخفيف تأثير حد الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة للفئات المحدودة الدخل. وزير الكهرباء قال ان الوزارة بتستحوذ على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بسعر مدعوم من وزارة البترول والثروة المعدنية، وهو سعر 3 دولار لكل لتر وحدة حرارية، وده ارخص من الاسعار اللي بتستورد بيها الدولة الوقود من الخارج بكتير، وكان في خطة خماسية للرفع التدريجي لاسعار شرائح الكهرباء على مدار 5 سنين، والدولة رفضت تنفيذها مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، وحاليا بتوصل تكلفة انتاج كيلو وات من الكهرباء الى حوالي 223 قرش لكل كيلو ساعة، والدولة بتبيعه للمواطن على الشريحة الأقل ب 58 قرش، وبكده بيوصل متوسط سعر البيع إلى 126 قرش، بما يعني أن متوسط دعم الدولة لشرائح الكهرباء بيوصل لجنيه كامل لكل كيلو وات من الكهرباء. بانكير نبض البنوك.